إذن مشاهدي محمد برنس، السلام عليكم في هذا البث المباشر اللي كنقوله لكم هذه المرة من حي النهضة بالعالية ديال المدينة المحمدية. الموضوع ديالنا وهو هذه الحديقة هذه اللي غادي نشوفوا التهميش اللي طالها بسبب من جديد بسبب غياب المجلس البلدي بمدينة المحمدية. معنا الفاعلة الجمعوية، السلام عليكم. مساء الخير خليد خويا، مساء الخير خليد، تحية خاصة سرحانة شعبية كفاعلة جمعوية، الكل كيتعرفني بنونة الكلونة على الصعيد المحلي. خويا خليد، اليوم كنعانيو، صبحنا وباء كورونا كاين حقيقي. نعم. يعني كنعانيو، هاد الجردة خويا تهرسوا لها البيبان، مشى لها الحديد، ما كاينش لي جو ديال الدراري الصغار. نعم. كيجيو الأمهات الريحة كريهة. يعني أين هو مجلس البلدي؟ كنتسائل واش كاين مجلس البلدي ولا غير مكتوبة؟ يعني أنا بغيتو نشوفو شخصيا، يعني أنا غير كنسمع بمجلس البلدي، يعني ما كاينش، يعني أنا كيبان ليا ما كاينش. دابا كنتسائل يعني هاد الجردة، شوفوا الباب ديالها منين غادي ندخلو. شوفوا منين غادي ندخلو، شوفوا بلاتي نوريو منين غادي ندخلو. دابا هاد الحديد هادو هادشي تهرس، هادشي هنايا هادشي اين ذهبت الله اعلم. ولكن هذه رغم ذلك حالها سهل، ولكن ارى لي نشوف الوسط، العجب اللي كاين الوسط على خاطر يلاه خويا خليل الاذان المغرب. اذا تفضل، تحيه خاصه الناس الفيسبوكيين. سيري غادي ندخلو، ومستحيل تدخلي، تقدرتي تدخلي. سير انا رقيق شويه. زيد كارثة عظمى خويا خالد كنعيشوها اليوم، كارثة عظمى كنعيشوها. واحد الريحة كريهة بعدا. كارثة عظمى كنعيشوها خويا خالد، فيها من حيوانات، كاين ضفادع، كاين يقدر يكون أفعى هنايا، تقدر تضرب شي دري صغير، كذلك الأطفال اللي كيلعبوا، شي دراري الصغار. يعني أين هي العين المجردة اللي تجي تشوف هاد الشيء؟ أين هي مسؤولية البلاد؟ وباقي لحد الآن باقي ما وريناهمش كل شيء، راه مازال باقي بزاف ديال الحوايج اللي غادي نوريهم. الطواليطات أصبحت وكر، الطواليطات أصبحت وكر للنوم عباد الله. الطواليطات اليوم كدوزي كتلقاي واحد مكسل ناعس فيها، ما غاديش تقدري تدوي معاه. يعني أنا لست مسؤولة، يعني أنا كنوجه نداء من هذا اليوم للمسؤولين. أنا كنقول لكم أنتم اللي خاصكم تجيو تشوفوا هذا الشيء. يعني كنزيد ناكد لكم بان الطواليطات راه صبحات وكر، يعني انا راه ماشي كنقولها، يعني انا بغيتكم تجيو تشوفوها. يعني هنا جيو شوفوا، طلعوا علينا باب ديال الجرده راه مهرس. هو الوباء عباد الله كتشوفوا فيه، هذا هو الوباء الحقيقي. ما الضو ما فيهاش الضو، ما كاينش الضو، الضو كيود المغرب. بعد ربع ساعة كتبان لك الدنيا أصبحت ظلما. يلا سيري ظلم، نمشيو نشوفوا المفاجآت. المفاجأة الكبرى، المفاجأة الكبرى خويا خالد هي اللي عاد تفاجئ فيها دابا. يعني هذه من المفروض ها مرحد، هذه طواليطات، هذه مراحل والرجال ما غاديش به تقدر توصل لي خويا خالد. ورغم الاستطاعة، رغم الاستطاعة غادي نطلعوا وغادي نقدروا نوريوه ليكم. وحاشا من هذا المنبر كنوجه اصبح وكر، وكر عباد الله. ياش هاد الكارثه العظمى، هذا وباء حقيقي. هذه واش هي فضاله؟ واش هذه هي مدينتي ديال المحمديه؟ بغيت نتسائل. الغريب في الامر هادشي حدا حديقه، المشكلة حدا حديقة، كون عام ما كانتش حديقة، راه نقولوا هذه حدا حديقة، حديقة بدون حيوانات. شوف شوف حديقة بدون حيوانات، ولكن أوبئة كارثة هنا في كارثة، كوارث عظمى، كوارث عظمى. احنا جايين كوارث عظمى. مازال شوفوا، مازال كنعيشوا. فين هما الروبينيات اللي كانوا راكبين؟ فين هما لافابوات اللي كانوا؟ فين هما المراحيض اللي كنتي كتدخلي عندهم عندهم كرسي متقاعد؟ عباد الله، عباد الله، شوفوا راه ميكروب، راه وباء حقيقي، راه وباء حقيقي، راه وباء حقيقي، راه هادشي راه وباء حقيقي. كلاب ضالة، كلاب ضالة، إلا ما شتيهاش بالليل ملي كتقطع الضو يقدر يجبد لك رجلك، يعضك. انا ما نقدرش. يلا نمشيو من هنا، يلا نمشيو. الريحه لا ها هو، نشوفوا نشوفوا نشوفوا، اجي نمشيو نشوفوا. ها هو وكر، وكر للكلاب الله، هنايا بحديقه برياض بحي النهضه. ها هو
ها هو ما قدرتش نبقى نصبر، ما قدرتش نبقى نصبر، ما قدرتش نبقى نصبر، يلا ما قدرتش نبقى نصبر. اين هو مجلس بلدي عباد الله؟ عباد الله فين هو المجلس البلدي؟ فين هم المسؤولين؟ فينكم اللي كتقولوا انتخبوا علينا؟ فينكم اللي كتقولوا غنصيبوا ليكم؟ فينكم؟ تعالوا طالعوا تشوفوا هذا الوباء الحقيقي، فين هو؟ باب راه مهرس ديال الجرده، اليوم ولا غدا يطيح على شي دري، اليوم ولا غدا تسمع شي ام كتغوت، يعني راه باب ديال الحديد محطوط في خطر، يعني دري صغير غادي يتم غادي يطيح عليه. انا مسؤوله على هاد الهضره اللي كنقول. فينا هي رئيسه المجلس البلدي اللي كانت كتداعي وكتغوت وكتقول وباني وقول اش كاين وتخرجي رجال ديالك؟ واش هادي جرده؟ انا هاد الجرده كنت كنطالبي تفتح واحد التحقيق بخصوص هاد الكارثه هادي ديال هاد الحديقه. ضروري. وعلاش رجعت حكم؟ ضروري. وغادي لانه هاد الحديقه هادي في عام 2000 14 لا 2014 تم التدشين ديالها من طرف السيد العام الشقاف رئيس مجلس الجهه الباطنيه. عده مسؤولين. كان عطواني. عده مسؤولين. كان عنتره. كانوا مسؤولين كبار اللي والعثماني حتى هو كان حضر هنايا. جاودش شنو هاد الحديقه اصبحت واحد الملعب. هانتم كتشوفوا النتيجه. اصبحت مهمله. هاد الجرده اصبحت مهمله ونحن في خطر. الريحه كريهه. اذا نمشيو نشوفوا البقيه. مالح وليدات كيلعبوا في خطر. سيري ندوزو. الوليدات كيلعبوا في خطر. اصعب كارثه هي هذه. اصعب كارثه هي هذه. اصعب كارثه الطبيات ولاو كيتهزوا وكيجيو كيتفرشوا. ها هما يا فوق الضيق ديال الخنز راه هي طبيات راه هي راهما اللي كيجي طبيه كيجيبها كيلوحها في هذيك الضيق. اصبحوا الطبيات العاب كيسحبها الدري صغير لعبه كيهزوا كيتم غادي كيجري بها كيلوحها وكيخليها كتعوم. هذيك راه طبيه ماشي بطه. باب من الصل راه هو يا نعم نضرة على الباب. غادي نمشيو بعدا لهيا نشوفوا هنايا عاد باش نرجعوا للباب. فين فينا هما يا فينا هما الطابيه؟ ورينا الطابيه هذه. ها هي خويا خالد. ها هي ثقيله. ها هي ها هي ها هي ها هي من المفروض هادشي اللي كديري فيه راه مسؤولين بالجماعه بقسم الصيانه هما اللي خاصهم يقوموا بهذه المسائل هذه ويشوفوا الحديقه ويصابوا لها الضوء. تم غيابهم. تم غيابهم. واش كتعرفوا السميات ديال هاد المسؤولين على المصلحه ديال الاغراس والمصلحه ديال الصيانه والاشغال العموميه بالجماعه؟ كنسمع غير برئيسه المجلس البلدي ايمان صابر. كنمشي عده مرات ما كنلقاهاش انا في البشويه ولا العماله. ما كنمشي ما كنلقاهاش. اجي نمشي نقربوا لها شويه. ما كنمشي ما كنلقاش انا. ما كنلقاو معنا حتى شي واحد. تسميات شي واحد حاليا في حي النهضه. ها انتم كما كتشوفوا ما كايناش الصيانه. القنانب. العاب جميله هنايا صافي. ها هي كتخسر. العاب جميله كتخسر. ها هي خويا خالد هنايا. بزاف ديال الالعاب اللي خسروا. بزاف ديال الالعاب اللي خسروا. وليد عنده 4 سنين 5 سنين 6 سنين كيجيب قنبه. هو اللي كيجيبها معاه. هو كيجيبها معاه وكيلعب بها خويا خالد. تخيل الام ديالو ما داتش فيه ودارت القنبه على عنقه. فينا هو الله يرحمه. فين السلامة وفينا هو المراقبة؟ أين هي الحماية؟ نعم. أين هي النظرية؟ غادي نشوفوا. شوف شوف شوف. شوفي هادشي هنايا. ها هو هاد البلاصه كامله كانت طابيات. ها هي لان دابا واخا يلعبوا فيها الا طاحوا لشي حاجه غادي يجي على الارض غادي يجي على هادو. خويا خالد عده كوارث ترتكب. عده مشاكل تقع. لا نظريه. كانت طابيات حتى واحد كلها. هذاك ملعب صغير كيلعبوا فيه صافي. اصبحت وكر بالليل. شوف 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 العدد. شحال العدد ديال الكمامات اللي مليوحين ما خاصهمش يتلاحوا الكمامات. شوف شوف شحال ديال الكمامات. ها انت هذه لعبه كانت هذه لعبه. فين هي الكماله ديالها؟ الله اعلم. كلشي تهرس. عنده واحد كلشي تهرس. واحد ربع سنين عندنا وليداتنا مع هذا الوباء كنبغيو نخرجوا غير واحد شويه ديال ربع ساعه ديال المكانه ما كنلقاو حتى شي واحد. كنبغيو نخرجوا غير في الظرف ديال 10 ديال الدقائق ربع ساعه نلعبوا وليداتنا ما كنلقاو حتى شي حاجه. كلشي تهرس. كلشي تهرس. كلشي تهرس. كلشي كيعاني. كلشي كيبغي يجي يبرق في الجرده ما كنلقاو حتى شي حاجه. الخنز ما كاين حتى لعاب.
باب باب ها هو من صول. شنو هو هنايا؟ هنا هذا وكر لشي متشرد. هذا وكر لشي متشرد كيبات باللي. اش هذا العجب هنايا؟ هذا وكر. كاين هذا كيف كاين؟ هذا وكر. هذا بيد ديال شي واحد. شي متشرد يقدر ما عندوش فين ينعس يقول للجرده يجي ينعس فيه. واخا نشوفوا الباب دابا. الباب في حالة خطر. نحن في حالة خطر. على شي واحد شوف الخطورة الآن. حنا في حالة خطر خويا خالد. شوف الباب. ها هو. هذا من صول. هذا من صول ويقدر يطيح على الدراري. هذا في أقرب وقت يرتكب شي جريمة ولا يرتكب شي خطأ. هذا ويتحمل المسؤولية ديالو. رئيس مجلس البلدي. من رئيس رئيسة المجلس البلدي وأيضا مندوبية ديال الشباب والرياضة بحكم أن هذا الملعب أيضا راه تابع المندوبية ديال الشباب والرياضة. نحن في خطأ. على ما أعتقد يصحوا لنا إذا كنا أخطأنا. كناشد أي واحد من هذا المنبر راه نحن في خطر. شوفوا دابا غادي نخرجوا نشوفوا الازبال اللي كاينه هنا. مرتكمه الداخل حاله كارثيه. ازبال مرتكمه. ها انتم كتشوفوا كارثه عظمى. كارثه عظمى. نعاودوا نوريو باختصار المشاهدين اللي انضموا لنا الان في المشاهده نوريهم هذيك الضايه الخطيره. اجي ندوزوا من هنا. كارثه عظمى. يسبقنا انت باش. كارثه عظمى. واش راسلتوا الجهات المعنيه من اجل اصلاح هذه الحديقه هذه ديال حي النهضه؟ خويا عده سؤالات كتمشي مراسلات وعده سؤالات لا بدون جدوى. ما كاينش مجيب. لا اجوبه بدون جدوى. ها انتم فوالا شوفوا بدون جدوى. ها انتم شوفوا بدون جدوى. هذه خاصها نطلقوا على شي اسم. هذه كما سمعتوا شي بعدين كيناشدوا كيقول لك جزيره وقواق. نعم. يعني هذه اصبحت بحيره لقلاق. عيب عيب. الرائحه كريهه جدا. وباء حقيقي هذا هو الوباء الحقيقي. تعالي لالا. هذا هو وباء حقيقي. الله يخليك بالبروجيكتور باش نشوفوا. ما نقدرش ندخل خالد خويا تما. ما نقدرش ندخل. واو خالد خويا انا قبيله راه تخنقت بزاف ولكن ضروري المشاهدين اللي انضموا لنا في المشاهده نعاودوا نوريوهم البروجيكتور. اولا شوف هذه حاله كارثيه كتعيشها هذه المنطقه هذه. قلت على انه من بعد ما تشيداش في العهد ديال حسن عنتاره فطالها الاهمال بواحد الطريقه اللي هي بشعه. كنشوفوا هنا الاثبات كنشوفوا الكلاب. دابا الاقتراح دابا الجماعه ديال المحمديه مادام انها يعني ما قدراتش دير لها واحد العساس علاش اللي ما تعطيهاش لشي واحد اللي قابلها فهمتيني وبالمدخول ديالها مثلا ديال اي واحد غيبغي يدخل لها واحد جوج ديال الدراهم بهذيك المداخل اللي عنده راه غادي يولي مراقب الحديقه ويدير الصيانه لان غيكون عنده واحد المدخل كبير ويديروا معاه واحد العقده في هذه المساله هذه واحد الشهور ديال التجربه. سي خالد انا نعم. كما قلت في اللايف ديالي احنا بغينا نعرفوا هاد الناس اللي مكلفين بهذا القطاع هذا. نعم اجي نشوفوا من هنا عاوتاني من بعيد ونرجعوا دغيا. ما كيعرفوش حي النهضه كاين الكلاب ما فهمتش. تعال 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 قول لي لا 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 اش غادي ندخل لا لا راه اش غادي ندخل سالتوش الناس من هذا المكان. هذا المكان صراحه يعني لا خليه راه كاين السداري تماك كيف ما كتشوف دور شوف الكلاب كاينين. لا كاين السداري اش كيدير شوف الكلاب كاين الكلاب بزاف كلبه والده الكلاب يعني كما قلنا هذا المجلس البلدي. شوف شوف شوفوا هنا شوف 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 واش ما كيعرفش هذه المنطقه هذه واش ما عمروش صار هنايا فينا من شوف انا كنتكلم فينا من المسؤولين بصفه عامه بعموم عماله المحمديه على هذه الكارثه هذه. راه كنقولوا حديقه في مدينه المحمديه ومهمه والاسم ديالها الاسم ديالها ديال واحد الشخص يعني اللي هو كبير اللي عطى كبير في الرياضه اللي هو الحاج طاهر الرعد واللي دشنات من طرف العثماني في 2014 ومن طرف الباكوري والعطواني ورئيس الجماعه عنتره انذاك وكانوا عدد كبير من المسؤولين الكبار اللي كانوا حاضرين من الوزاره ايضا. اذا هانتوما كتشوفوا من بعد تدشين ديال هذه المساله كنطالب صراحه بالتحقيق او لا اصبحت مهمله. كنطالبوا خالد خويا بالتصريح وكنطالبوا من الناس المسؤولين يجيو يشوفوا هذه الكارثه العظمى على الاقل غير يصيبوها وينقذوا الاطفال راه غادي يرتكب شي كارثه. راه المهم ما بعد التصاويب ما بعد الاصلاح
خاص ضروري واحد اللي يراقبها. عساس بغينا سيكيريتي، بغينا عساس لهاد الجرده. دابا الجماعه كتقول دائما، الجماعه دائما كتقول على انه راه ما عندهاش الميزانيه باش غادي تجيب عساس. حنا كنقولوا ليها خويا خالد، حنا مستعدين نديروا جمعيه. نعم حنا مستعدين نديروا واحد جو جمعيه المسؤوليه، ونتحملوا المسؤوليه ديالنا. خرجوا من هنا بعدا، خرجوا من هنا الريحه راه. حنا محملين المسؤوليه، نديروا جمعيه ديالنا. خرجوا من هنا. هاك كيشد كملي، غادي نديرو جمعيه. حنا شويه حنا كنتحملوا مسؤوليه، حنا غادي نديرو جمعيه ديالنا بوحدنا. دير لنا الضو هنا، حنا كنطلبوا منكم تساندونا نتوما. دير الضو. هاد الماء كيفاش جا؟ هاد الماء كيفاش جا؟ كيفاش جا؟ عبر الامطار الغزيره اللي طاحت مؤخرا هي اللي كونات هاد الضحايا. هاد الدراري كنشوفهم ماشي خطوره عليهم، كنشوفها انت شوف كيلعبوا فيه، كيلعبوا فيه، كاين اللي كيلعبوا فيه، كاين اللي كيجيب بنو، كاين اللي كيجيب طبيعه وكيدخل كيلعب فيه. يعني دراري صغار، دراري صغار ما عارفش، ما عارفينش، ما عارفينش. حنا دابا كنناشدوا المسؤولين وكنطالبوا يتحملوا مسؤوليتهم، كنتحملوا مسؤوليتهم. هما بينصيغوا ما يتحملوا مسؤوليتهم. حنا غادي نديروا جمعيه وغادي نتكلفوا بهذا الشيء، وبغينا عساس لهذ الجرده، حيت راه اصبحت مراحيضها وكر. نعم. وخايبه رغم الرائحه الكريهه اللي كتوصل للحي ديالنا. نعم. هاد الجرده الساكنه هادو ما كاينينش هما هنايا. الساكنه ما قدروش يدوي، غادي يديروا شكايه، غادي يقول كيقول لك راه الجماعه غادا تدوي، راه رئيس المجلس البلدي كله كيخاف على راسه وكله ما بقاش باغي يدوي. كله كيقول لي كيقول ما دابا كنوجهوا نداء للمسؤولين ورئيس مجلسات البلدي ولا رئيس مجلس البلدي، حيت انا ما كنعرفهاش، حيت فين ما كنمشي ما كنسمع غير بصوتها. تعطي الناس ديال البلديه، اذا كنعرف ما كاين البلديه في مدينه فضاله راها ضاعت. اين هي مدينه الزهور؟ وبالنسبه لهذا الملعب، هذا نشوفوا الملعب، هذا الملعب، الملعب انا كنشوفهم دابا كيلعبوا في الكره وممنوع انهم يلعبوا. كي تجمعات يعني. اجي نشوفوا، اجي نشوفوا، اجي نشوفوا. تفضلي تفضلي، خارج النطاق، تفضلي معنا، بغيو نعرفوا. تعالوا معنا، ها تشوفوا ملي كنخرجوا، شوفوا المعاناه. كنعانيو 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 كنعانيو، كلشي غادي يطيح. صباحات وكر. تعال تعال، اذا هز هزي. اذا انتم كما كتشوفوا، هما كتشوفوا الملاعب القرب مغلوقه وهذا، كنشوفوهم دابا كيلعبوا. تجمعات فينا هو المندوب ديال الشباب والرياضه، تجمعات فينا هو المندوب ديال الشباب والرياضه، تجمعات كيلعبوا وكان كورونا ما كايناش في ظل ارتفاع الارقام. اذا هانتوما كما كتشوفوا، بغينا نعرفوا حتى القائد ديال المنطقه هنايا اين هو من هاد غياب المراقبه. اذا في الختام اخر كلمه، اخر كلمه، كنوجه نداء بكل صراحة، كنوجه نداء الناس اللي جامعين فاعلين جمعويين، ناس ديال المجلس البلدي. بغينا مراقبة. نعم. بغينا عساس لهاد الجردة، بغينا الإنارة تصلح، الإنارة تصلح، بغينا عساس، بغينا الباب يتحيد، هادشي بغينا تصايبوا هادشي. الله يرحم ليكم الوالدين، حيت راه هاد الجردة راه صبحات في خطر. أنا ما غاديش نقول راه ولات خرابة، راه ما غاديش ما غاديش نتسناو تتولي راه مخروبة، راه تخربات، راه فيه حنا تخربات. بينا ملي ولينا كنشوفوا واحد الحجرة فيها الكلاب ضالة وفيها هاي، شوف خالد خويا هاد الجردة بين عشية وضحاها. نعم. غادا تصبح تاريخ، غتصبح من المآثر التاريخيه، غادي تولي غير تسمعي بحال وليلي ملي كتمشي لها كتلقاي فيها الافاعي والعقارب. نعم. اليوم كتشوفي فيها ضايع. نعم. وكتشوفي ما فيها لا لعب لا والو، راه لا يعقل. بس تسمى جرده، نبينوا للمشاهدين نوريوها لهم على من بعيد باش يشوفوا، راه لا يعقل غادي تسميها جرده الكبيره ديالها كما كتشوفوا. هذه ما سميتهاش جرده، هذه الحديقه ما عندها لا باب ولا ما عندها لا باب ولا بواب، ما عندها لا بدايه لا نهايه، لا عرض لا خاتمه، مهمله مهمله هاد الجردة. اليوم كيف قلت لك، اليوم ولا غدا تصبح من المآثر التاريخية. مندوبية شباب الرياضة، الجماعة ديال المحمدية يتحملوا المسؤولية ديالهم في هاد الحديقة وفي هاد الملعب اللي الآن كتجرى فيه هاد المباراة الكروية، وهادشي ما خصوش يكون لا إنارة لا ضوء لا راه. والرائحة الكريهة، والرائحة الكريهة خويا خالد، راك شتي كلشي بعينك، راك حتى حاجة ما مخزونة، كلشي شفتوه. إذن أنا اليوم طورت وجيت. إذا في ختام هاد المباشر كنشكركم على المشاهدة ديالكم، وبعد قليل بث مباشر آخر، إلى اللقاء.